تحقيق الأحلام رهين باختيار المسارات الصحيحة، وفريق برنامج واش فهمتونا عنده مهمة جديدة كل عضو فيه مآمن بها. مشكل التوجيه خص حل جذري، وتوفر المعلومة المتكاملة هي بداية الحل. غادي نحاولوا هذا الموسم نساعدوا التلاميذ اللي باقيين كيقلبوا على طريقهم بعد البكالوريا باش يضمنوا مستقبلهم ويفرحوا والديهم. من مدينة فاس غادي نتعرفوا على معهد التكوين التقني المتخصصين في الأشغال العمومية. مدة الدراسة تدوم سنتين فقط، ولكن كتفتح لكم مجال لدراسة الإجازة المهنية أو أيضا سلك المهندس. إلا كيهمكم هذا النوع من الدراسات تابعوا معنا هذه الحلقة. مرحبا بكم في الاستيبي في المعهد المتخصص في الأشغال العمومية بفاس. أكيد كتسألوا علاش اختاريت هذا المعهد؟ بصراحة أنا اختاريت هذا المعهد لأنه أنا كنحب هذا الميدان، وعندي واحد الرغبة أنني نكتشف هذا العالم، عالم الأشغال والبناء منذ الصغر، حكم أن الوالد ديالي كان كيمارس في نفس الميدان. هذا من جهة. من جهة أخرى نقدر نأكد لك بأنه جودة التكوين في هذا المعهد هي جودة مضمونة. علاش؟ لأن أغلب المكونين في هذا المعهد يزاولون مهامهم في مختلف مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وبالتالي فالمتدرب كيمكن يستفد على مستويين: المستوى النظري من خلال الدروس المقدمة، والمستوى التطبيقي من خلال الزيارة المتكررة للأوراش، وكذلك من خلال الأشغال التطبيقية. نقطة أخرى كانت حافز مهم لي باش نختار هذا المعهد هو أنه هذا المعهد كيمتاز عن باقي وحدات التكوين المهني الأخرى، كيتوفر على واحد التخصص اللي هو تخصص الطرق، وكما هو معروف هذا التخصص مطلوب في سوق الشغل. فاطمة زهراء، استقبلتي فريق برنامج واش فهمتونا في بوابة الستيبي فاس باش تعرفينا على شروط الولوج. كل تلميذ عنده رغبة في أنه يكون أحد المتدربين المستقبليين هنا في المعهد، شنو هي البكالوريا اللي خصو يتوفر عليها؟ الولوج للمعهد المتخصص في الأشغال العمومية، أول حاجة في دو فيتات ختيتي ولا غدا بكالوريا سيونتيفيك، سواء سيونس فيزيك، سيونس مات، أو بيان سيونس لافي أو لاتار، وحتى إذا كانت عندك بكالوريا سيونس تكنيك إمكانك تلوج لهذا المعهد. هذا والمعهد ديالنا كيفتح طريقه كذلك للناس اللي عندهم بكالوريا مهنيه ولكن بالضبط تخصص البناء والاشغال العموميه، ولكن يكون العمر ديالهم ما كيفوتش 23 عام. هذا الشيء. والاهم حاجه في هذا الولوج كامل انه كيعطي واحد الفرصه، وهاد الفرصه ما كتخصش فقط لي باشوليي، ولكن كيعطي اس تي بي، كتعطي واحد لو بورسنتاج دو 10% بوغ لي ليسونسي كي اون ليسونس سيونتيفيك ميم، والعمر ديالهم ما خصوش يفوت 26 عام، وحتى كذلك 10% بوغ لي زيترونجي اللي كيتم اقتراحهم من طرف الوكاله المغربيه للتعاون الدولي. جميله هاد البادره هذه، انه ايضا حاملي شهاده الاجازه والطلبه الاجانب عندهم الحق في دخول هذا المعهد. الان بالنسبه للترتيبات الاخرى، واش كاين شي كونكور اون بريانسكريبسيون افير؟ اعطينا التفاصيل الاخرى. بطبيعه الحال بالنسبه للظروف العاديه كان كيتم بانتقاء اولي، يعني على حسب المعدل البكالوريا ابخي كمرحله اوليه، ابخي كيتم اجتيازهم الاختبار الكتابي اللي كيكون يحتوي على المواد التاليه: لا فيزيك، مات، امام، لو فرونسي. اذا يعني نجحوا في هذه المرحله هذه بامكانهم يجتازوا المرحله الاخيره واللي كتمثل في اجتيازهم الاختبار الشفوي اللي كيكون باللغه الفرنسيه. كوم جي دي افون هذه في كونديسيون نورمال، اما في لي كونديسيون اكسبسيونيل دو سو يعني دو كوفيد 19 ان خص انتقاء كيتم ترشيحهم عبر واحد البوابه الكترونيه ديال
concours STP, ntpnet.gov.ma. أبخي كيتم انتقائهم حسب الاستحقاق وباحتساب 25% من معدل البكالوريا الجهوية و 75% من معدل البكالوريا الوطنية فوا الكويسون دو بونديراسيون. السؤال الأخير هو كم عدد الطلبة اللي كيتم قبولهم كل سنة في السنة الأولى من الاستبي فاس؟ يعني لا سوم دي ستوديون اللي كيتاكسبتاو في هاد الانستيتيو هادي اون جينيرال كي هو 100 بيرسون 100 ستوديون. Donc, il compte 50 personnes la première année et 50 personnes la deuxième année. شكرا لك فاطمة الزهراء على كل هالتوضيحات هذه. اذا مشاهدينا من بعد ما تعرفنا على جميع شروط الولوج لي اس تي بي فاس، الان خليكم تعرفوا على لي زوبسيون اللي تقدم. Ce qui concerne le programme de cette formation qui dure 2 ans, qui est من خلالها l'étude de l'ensemble de modules اللي كتكون في لا بروميير اني دو ترونك ما هي لا دوزيام اني اللي كيتم فيها التخصص. دونك سكي كونسيرف لا بروميير اني اللي هي ترونك ما كيكون فيها او بيان لو بروغرام سو ديفيز ا دي موديول سيانتيفيك سو سون كوم اون تابل دو باز بحال ماتيماتيك ابليكي فيزيك الكتريك اي ديناميك وكاين كذلك عندنا لي موديول سكي سابيل لي موديول تكنيك بحال لي ردم ريزيستانس دو ماتيريو ماتيريو دو كونستركسيون كاين عاوتاني التوبوغرافي متري انسي دو سويت او سونز اوبليي لي موديول de les modules de ressources ou bien les modules support des pratiques professionnelles. Had les modules, comme vous voyez, Ismaïla Moussama, c'est un support le stagiaire ou qui confiera par exemple le dessin technique et l'informatique et même planification et programmation, ainsi de suite. Ou l'aham, c'est le plus important, c'est que nous avons fait le اللي كيتم او بيان كيكون برسك 5 سمان و كيكون في لونسومبل دي زونتربريز دي بيرو ديتود تكنيك اي ميم دي ادمنستراسيون بوبليك و اهم حاجه كما جيتي افون هي ان هاد السنه كتكون بالموازات مع لونسومبل و بيان ليفيكسياسيون دو لونسومبل دي فيزيت دي شونتيي اللي كيكون فيها اننا كنمشيو نديرو واحد الفيزيت ديال واحد البروجي كي او كور دو كونستركسيون و هاد الفيزيت بدورها vraiment ils permettent aux stagiaires d'approfondir et même d'enrichir leurs connaissances techniques et aussi d'observer concrètement sur chantier des notions de base ou les mots techniques qu'on a vu ou qu'on a appris en classe. Chez Maboudi, stagiaire à l'ISTP FES, option route. كما قالت لنا فاطمة الزهراء كو لي سي بي فيها 2 ans de formation. Première année c'est le tronc commun et la deuxième année c'est l'année de spécialité. Alors في سي بي فيس عندنا 2 filières, عندنا l'option route et l'option bâtiment. Alors l'option route فيها des modules techniques et des modules secondaires. Les modules techniques, la géométrie routière, la topographie, l'assainissement, terrassement, ouvrage d'art, organisation des chantiers et plusieurs modules. Et les modules secondaires comme les marché public, démarche qualité, dessin assisté par ordinateur, informatique, etc. Et les modules secondaires qui aident le stagiaire pour qu'il développe ou améliore les compétences de l'offre, le mode professionnel. Il y a des choses qui sont durant la formation qui peuvent bien s'éclairer par les modules qui aident pour qu'il soit plus compétent dans le mode professionnel. Et aussi, مع الفيليير روت عندنا لا فيليير باتيمون. فيليير باتيمون حتى هي فيها دي موديول سيكوندير و دي موديول تكنيك. الوغ لي موديول تكنيك دو باتيمون عندنا لي غروز اوفر سيكوند اوفر اركيتكتور اوربانيزم توبوغرافي ميتري بيتون ارمي انسي دو سويت. اي لي موديول سيكوندير كوم لي لوبسيون روت مارشي بوبليك ديمارش كاليتي لانفورماتيك ديسان اسيستي بار اورديناتور ainsi de suite. Donc, il y a les deux filières qui sont les TP2FES. Après, les modules d'Yannan, qui sont deux ans, le stage. Un stage professionnel durant 5 semaines. Donc, le stage professionnel permet d'acquérir des informations et permet de développer les informations apprises durant la formation.
Donc, le stage peut être dans des entreprises, peut être dans des bureaux d'études, peut être dans des administrations publiques, comme la direction provinciale et la direction régionale, ça dépend des régions. Alors, après le stage et après les 5 semaines, on fait une soutenance de stage avec un rapport de stage devant le jury qui sont les formateurs du LISTP. Et puis, dans les SCAT, donc, quand c'est lié au S3, quand vous avez le S4, le stage, vous faites un projet fin d'études. Donc, projet fin d'études qui connaît la deuxième année, c'est le projet HEDA qui concerne dépend du spécialité. Alors, il y a une spécialité route, il y a le projet des routes. Ou spécialité bâtiment, il y a des projets de conception des bâtiments. Donc, c'est le bâtiment, c'est le projet fin d'études, le bâtiment ou la route, qui compte projet encadré par les formateurs du LISTP et soutenu après la formation. Donc on a des techniciens spécialisés en travaux publics. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Ana Abdelrahman Jawhari, ahad mutakharriji al-ma'had al-mutakhassis fi al-ashghal al-umumiyya bi Fas wa bil-dabt al-fawj al-awwal, fawj 2014-2016. بالنسبة للحالة ديالي أنا بعد التخرج وجدت أمام نفسي خيارين، خيار مزاولة المهنة وخيار متابعة الدراسة، فكان القرار ديالي هو المزاوجة بين الاثنين، بحيث ولجت عالم الشغل من بوابة المكتب الوطني للماء والكهرباء الصالح للشرب بعد اجتياز المباراة بنجاح، وبالموازاة نجحت في إتمام دراسة الإجازة المهنية. بصفة عامة نقدر نأكد لجميع المتخرجين أو المقبلين على الولوج لهذا المعهد أن الآفاق المهنية واعدة، بحيث يمكن لأي متخرج أنه يولج الإدارات العمومية بمختلف الوزارات عن طريق اجتياز مباراة التوظيف، كما يمكن له أيضاً يولج لمختلف المؤسسات والشركات الخاصة والمقاولات وكذلك المؤسسات العمومية. واحد النقطة مهمة نبغي نشير لها هنا هو أنه معدل الإدماج سكون نابل لو طو دانسيرسيون وصل ل 80%، هذا اللي كيعطينا لمحة واضحة على جودة التكوين التي تخولها سنتين من الدراسة في هذا المعهد. كان عندنا في البرنامج التدريسي واحد المادة ديال تقنية التواصل، هذه المادة ساعدتنا كثيرا على تطوير مهاراتنا التواصلية، كذلك القيام بمجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية بالموازاة مع التكوين ديالنا، كيساعد الإنسان أنه يطور الشخصية دياله، وبالتالي هذه المهارات التي تكتسب كتكون في صالح المتدرب باش يجتاز مجموعة من المقابلات الشفوية بنجاح. بالنسبة للأجرة الشهرية ديال التقني المتخصص كتبقى أجرة متوسطة، وهذا ما كيعنيش نهاية العالم، فبحكم الآفاق اللي مفتوحة لإتمام الدراسة بمختلف المؤسسات والمعاهد العمومية كمثلا الإجازة المهنية في كلية العلوم بوجدة، وأيضا الإجازة المهنية بكلية العلوم بالدار البيضاء، ما نساوش أيضا كاين واحد الإجازة المهنية في الهندسة المدنية بالمدرسة العليا للتكنولوجيات بسالة، هذا غادي يمكن المتدرب أنه يحصل على دبلومات مرتفعة، وبالتالي تقدر الأجرة الشهرية ديالك ترتفع وتقدر توصل حتى 8000 درهم فما فوق.
اولا كنصيحه اللي نقدر نعطي لاي شخص مقبل للولوج لهذا المعهد، يكون عنده حب وشغف كبير بهذا المجال، وكنقصد المجال ديال الهندسه المدنيه، باش يقدر يعطي فيه اكثر، وايضا يحاول يكون عنده واحد الفضول ديال التعلم والبحث وتطوير المهارات ديالو، ما يضيعش الوقت. ونقدر ناكد انه الا التزم بهاد النقطتين فان شاء الله من بعد غادي يكون المسار الدراسي ديالو ناجح، وبطبيعه الحال بالتاكيد يكون حتى المسار المهني ديالو موفق. الشهادة ديال عبد الرحمن اللي هو أحد خريجي المعهد أعطتنا صورة واضحة أيضا على المستقبل بعد التخرج، وانتم مقبلين عليه. أيوب شكرا لأنك لبيتي الدعوة وجيتينا من الرباط أيضا باش يعني تعطينا شوية من التجربة اللي عشتيها داخل المعهد. بغيت نتكلم على بعض النقاط الأساسية اللي دائما تتكون هي النقاش النهائي في الحلقة مع الطلبة، ولكن غادي نبدا في الأول معك أسماء. أسماء أنت يعني تنتمين لهذيك 10% ديال الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة، واللي ممكن أنهم يدخلوا أيضا المعهد يكملوا فيها القراية ديالهم. بغيت نعرف علاش من بعد ما حصلتي على الليسانس ديالك جيتي تقراي 2 دو بي تي اس؟ بالطبع مهم بالنسبه ليا، خديت ليسونس اون سيونس فيزيك، يعني ابري كي متداول عليه، يعني ليسونس موراه ماستر دكتور الى اخره. مي مالوغوزمون انا كنت تخصص نيكليير، يعني ماستر ما كانش في المدينه ديالي، لهذا اضطريت انني نبحث على اوتر شوا لي، ونيت اللي تخليني انني تساعدني الولوج لسوق الشغل. ولقيت لانستيتي سبيسيالي دي ترافو بيبليك، ولقيت ديك دي بورسون ديال ناس الاجازه، وقلت علاش لا ندفع ونجرب حظي. دفعت ودوزت لي بروف اكري كيف الباشولي، نيت في 3 ماتيير فيزيك مات فرونسي، ومن بعد دوزت اي بروف اورال، والحمد لله انا معكم دابا. وشنو هما المشاريع ديالك؟ صراحه دابا ما ناويش زعما نكمل السيكل دانجينيغي، ولا صافي مشينيش لسوق الشغل. إذا موفقة تبارك الله عليك. إذا تطوير المهارات داخل معهد أيوب ما ترتكش فقط على المواد اللي تدرسوها هنايا وعلى المنهج نتاع المعهد، بل أيضا على بعض الملكات اللي كتكتسبوها من خلال الأنشطة الموازية واللي تكلم عليها أيضا عبد الرحمن. واش ممكن تكلمينا عليها؟ بطبيعة الحال أولا كنبغي نشكر الإدارة ديال المعهد لأن كتوفر لنا فرصة ديال إنشاء نوادي، مجموعة ديال الأندية في خلال فترة التكوين، وتمكننا من خلال هذه الأندية من إنجاز مجموعة ديال الأنشطة الموازية ولا لي زاكتيفيتي باراسكولير. هذه الأنشطة لعبت دور أساسي في تكوين أول حاجة الشخصية ديال المتدرب، وكذلك تطبيق واحد المجموعه ديال المعارف والمدارك اللي خديناها في اوكور دو لا فورماسيون في هذه الانشطه. فبطبيعه الحال هذه الانشطه كتطلب اون بلانيفيكاسيون اورغانيزاسيون، وهذه المسائل اللي هي مثلا في خلال فتره التكوين عندنا دي موديول كونسيرنون لا بلانيفيكاسيون، فهذه جات فرصه باش اننا كنطبقوا هذاك الشيء اللي شفناه فاش كنا كنقراو في هذه الانشطه. فلعبت دور مهم في تطوير لي سوفت سكيلز ديال لي ستاجير ديال لانسيتي سبيسياليزي دي ترافو بيبليك. الى اي مدى وما كتطبقوا ايضا المعارف اللي كتاهلوها داخل المعهد من خلال هذه الانشطه؟ فمثلا هذه الانشطه تتطلب واحد لا بلانيفيكاسيون فينونسيير، ولي شونتيي كذلك يطلبوا اون بلانيفيكاسيون فينونسيير، كيخصني نعرف المداخيل شنو المصاريف اللي غادي ندير. فهذا مثلا هذا مثال حي على هذه الانشطه. كذلك كتمكننا من العمل في اون جروب،
لان ان شونتيي ما يمكنش يجري شخص واحد او اللي شغل فيه شخص واحد، فضروري كيخص يكون عندك واحد لو ريفليكس كيفاش تتعامل مع الشخص الاخر اللي هو اون فاس ليك، اللي كتخدم انت وياه في اون اكتيفيتي، كيفاش تعالجوا مثلا مشاكل سوء الفهم اللي كيكون كيوقع في هاد الانشطه، وهذا الشيء هذا كيكون واقع حتى في لي شونتيي. فخدينا خبره من هاد الانشطه وكنحاولوا نطبقوها في لي شونتيي. ممتاز. الخبره ايضا تجي عن طريق لي ستاج. هنا نهضر معاك شيماء على لي كونفونسيون نتاع المعهد اللي تيمكنكم او تساعدكم في الحصول على تداريبكم سواء في السنه الاولى او الثانيه من الدراسه. effectivement كاينه كونفونسيون ما بين لو بيرو ريجيونال دو فاس و لا فيدراسيون ناسيونال دي باتيمون اي دي طرافو بوبليك اللي كتساعد لي ستاجير انهم يلقاو لي ستاج في لو دومين بروفيسيونيل في لو دومين بي تي بي في سوق الشغل. دونك كاين الناس اللي ما كيلقاو بصعوبه حيت كاين اللي عنده مثلا لا فامي ديالو في دومين بي تي بي، وكاين اللي داخل الدومين عن حب وباغي يكمل فيه ولكن ما كيلقاش لي ستاج ديالو. دونك هاد لا كونفونسيون هادي كتسهل عليه بزاف باش انه يلقى لي ستاج ديالو ويمشي في لو باركور ديالو. واللي بغيناك تسهلي علينا ايضا شيماء هو التجربه اللي عشتيها ملي جيتي من سلا الفاس باش تقراي في المعهد، لانها تجربه غادي تكون خاصه لعدد كبير من التلاميذ اللي غادي يغادروا المدن ديالهم ويجيو لمدينه جديده يتخلاو على لي بارون ديالهم وغيبداو يعتمدوا على نفسهم. دونك غادي تعاودي لي كيفاش عشتي هذه التجربه. الوغ هذه صراحه تجربه ما عمري عشتها و جو بونس كو ما نقدرش نعيشها مره اخرى، لان تجربه كتبقى سبيسيال باش انك كتكون واحد كتكون باقي طفل في عين والديك، كتكون باشيلي يعني خصك تقرا على وديت الباك ديالك، ملي كتاخذ الباك كتكون باقي في واحد البيئه وفي واحد الاسره ديالك يعني في حضن وفي دفء الاسره. دونك ملي كتاخذ الباك ديالك وكتقلب انك تكمل قرايتك في بلاصه اخرى كتجيك بلاصه بعيده على داركم. في لو كات ديالي انا كنت في سلا وكنقرا في فاس، دونك كتولي بعيد على داركم. دونك هذه كتولي واحد لا ريسبونسابيلتي عليك انت بنفسك، وكتولي عاوتاني ريسبونسابيلتي حتى على داركم. دونك في الاول كيجيك واحد التساؤل على كيفاش غادي نمشي، فين غنقرا، فين غنسكن، اشنو غادي ندير، كيفاش غادي نولي انا نجيغي راسي. دونك كيجيو التساؤلات بزاف لا علينا لا على والدينا. heureusement هو ان الانستيتيو سبيسياليزي دي طرافو بوبليك فاس جات في واحد لا بوزيسيون اللي الحمد لله كلشي قريب ليها، جات في واحد الحي مؤمن، الناس اللي هنا الحمد لله كيعاونوا الطلبه وكيعاونونا بزاف باش اننا يعني نقراو او ميم طون جيغيو راسنا. دونك كاين هنا جور الكرا، حنا كرينا في واحد يعني بواحد لو بري اللي هو يعني يقدر اي واحد يكون في الجهد ديالو، 2 بيرسون 3 بيرسون 4 بيرسون سا ديبون على الدار، سا ديبون على انت واش كتبغي تسكن مع شي حد ولا كتبغي تسكن بوحديتك. دونك الناس اللي هنايا كيكريو الديور كاين اللي كيخلي دارو هنا غير باش يكريها يعني للطلبه وكيمشي لبلاصه اخرى. دونك كتلقى واحد لونطوغاج اللي حتى هو كيعاونك شويه باش انك تقرا، كتولي عندك ريسبونسابيلتي اخرى على راسك. اللي سمعت ايضا هو انه المعهد يفكر فيكم، الوزاره ايضا كتفكر فيكم، يعني عطفا على معهدين كنعتقد في مدينتين مختلفتين غتكون حتى انتيغنا هنايا اون اكستونسيون بالاضافه لاضافه حتى تخصصات ما كايناش في المعهد، يعني اعتقد التخصص ديال مراكش غيولي عندكم انتم هنايا. ممكن تكلمي لي ايضا على هذا لو بروجي. دونك انا نقدر نعطيك نظره على لو بروجي. دونك هذا لو بروجي هذا غادي يكون فيه يعني توسيع توسيع المعهد، غادي تزيد فيه الطاقه الاستيعابيه، غادي تزيدوا فيه دي زوتر اوبسيون اللي كاينين في لي زيستي بي اخرين، فيليير ديال لوجيستيك. دونك انا غنعطيك فكره ونخلي ايوب يتوسع معك اكثر في المشروع اللي غادي يكون في ليستي بي فاس. بالنسبه للمشروع فهو هذا المشروع كاين دارج في تفعيل توجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس في اطار تاهيل التكوين المهني وكذلك اعاده هيكله الشعب ديالو. المشروع كيهدف بدرجه اولى لانشاء داخليه بمعهد فاس تتوفر على واحد الطاقه الاستيعابيه اللي كتمكن الطلبه اللي جايين من خارج مدينه فاس بانهم يستقروا داخل المعهد. هذا كيوفر حل للمشكل ديال الكرا، وكذلك كيوفر واحد الحاجه زوينه اللي هي لونطوغاج اللي كيكون من كيكونوا مجموعين طلبه بالتاكيد كيستافدوا من بعضياتهم، فكيجي هذا الشيء باش كيكملوا التكوين اللي كيتلقاوه في المعهد بيناتهم داخل هذه النواه. وكذلك نظرا لسوق الشغل كيتطلب واحد مجموعه ديال الشعب جديده وكذلك واحد طاقات او كفاءات جديده، فالبرنامج او المشروع كيضم كذلك الرفع من الطاقه الاستيعابيه للمعهد
وانشاء فيليغ ديال النقل اداره اللوجيستيك والنقل، وكذلك لوبسيون ديال هندسه المياه اللي كانت مقتصره شحال هذه على معهد مراكش، الان غادي توفر حتى فاس. ممتاز. لنا شكرا لكم بزاف، شكرا لك اسماء، شكرا لك شيماء، شكرا لك ايوب على جميع المعلومات اللي قدمتوها لنا، واكيد بانها كانت مفيده بزاف وضحت لنا الصوره على ليستي بي فاس. غادي نواصلوا برنامج واش فهمتونا مع الفقره الاخيره والفقره المهمه اللي دائما تتابعوها وكتستافدوا منها بشكل كبير مع كوتش كريم، غيحاول دائما يقدم لنا نصائح مميزه. يا كوتش، تماما علي، بإضافة للمعلومات المعارف التجارب والخبرات اللي كيطورهم الطلبة في الدراسات العليا، كاين واحد جوج ديال الملكات أساسية خصنا نردو ليهم البال ونطورهم خلال هذه الفترة هذه. هاد الملكتين هادو هما الوعي والإدراك. فاش كتقرا واحد الكتاب وانت عندك 10 سنين 20 عام و 30 عام غالبا ما كتفهمش نفس الأشياء، كتستافد بطريقة مختلفة، دونك الوعي والإدراك ديالك تيرتفع وكيأثر على الفهم ديالك لهذاك الكتاب. هاد الطريقة في تطوير الوعي والإدراك هي طريقة لا واعية كتجي مع السن، ولكن اللي بغيت نتكلم عليه اليوم هو كيفاش نقدر نسرع الوتيرة ديال التطوير ديال الوعي والإدراك ديالي دابا في الدراسات العليا، اللي غتأثر ليا على طريقتي في الفهم والسرعة ديالي في التعامل مع المعلومات اللي كناخدها من عند الأساتذة ديالي. الحاجة الثانية غادي تعاونك في أنك تخلق علاقات اجتماعية ناضجة. الحاجة الثالثة هو قدرتك على حل المشكلات والتعامل مع الوضعيات الصعبة كيولي أفضل، لأنك تتولي تشوف الأمور بطريقة أشمل وأعمق في نفس الوقت. والحاجة الرابعة هو قدرتك على اقتناص الفرص حتى هي كتكبر، والحياة فرص والحياة الدراسية والمهنية ديالك غيكونوا فيها بعض الفرص اللي كيكونوا في الطريق، فلما كانش عندك القدرة أنك تبان لك الفرصة وتشد في الفرصة في الوقت المناسب فغادي تضيع عليك بزاف ديال الأشياء إيجابية. كنتمنى أن هذه المعلومة تكون فاتكم، تلقوا في الحلقة الجاية باش نتكلموا على حاجة أخرى اللي تقدر تعاونكم في اختيار المسار الدراسي والمهني ديالكم وتنجحوا فيه إن شاء الله. نتمنوا أن حلقة اليوم من برنامج واش فهمتونا عن معهد التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية تكون رسمت لكم الطريق، ربما خطة تقدروا تطبقوها في المستقبل. إلى عندكم أي أسئلة أخرى عالقة عن المعهد ممكن تواصلوا مع الطلبة ديالو في صفحتهم على الفيسبوك، تواصلوا معنا أيضا في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واقترحوا علينا مدارس أخرى تبغيو تعرفوا عليها في المستقبل. تلقوا الأسبوع الجاي.